دابا حنا في هاد المنطقة عندنا حنايا، وخصوص الشاوية وهذا كيبغيو التغميسة تكون في الطبلة، تغميسة بحال الكبدة، المهم شي حاجة اللي تغمس، كبدة، كفتة، صوصات، هادشي أهم حاجة، وأتاي، والعواصير دابا مع الصعب عندنا في هاد الخور يبقى العواصير وفاش تقاتوها، كنت نجم من العصير، المهم. أما الحريرة، الشباكيات، القهوات، هذوك عاك يتذوقوا بهم الطبلة وصافي. المهم هو التغميس، تدخل في الطاجين ولا تدخل في الحوت بتاع، المهم كل نهار. وبالنسبة للعشاء، العشاء عندنا احنا عادي كيكون خفيف، ما كنديروش أصلا. الدار عندنا احنا الدار كاملين ما كيتعشوش مزيان، كندير داك الشيء خفيف، سلطات ولا شي حاجة خفيفة، حورك ملي كتفيق الجار ولا هذا، كاين شي حليب غتشربو، عصير شايط من الفطور غتشرب. في دار البرد دابا تجي في الصيف، في البرد في البرد هذا كان كيدير الشياب بالشياب، كان كيدار مع السحور. انا من السحور لقيت ديال السحور كيديروا الشياب مع اتاي، هذا في كل عشاء وفي كل فطور. ما دابا لا، كانت عشاء، الله يجعل البركه.